هيئة أجيال السلام هي هيئة أردنية قام بتأسيسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين عام 2007. في هذا العام تكمل الهيئة عامها 12. تمكنت خلال رحلتها هذه من الانتشار والوصول إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. هذا المشوار جمع أكثر من 11,000 متطوعاً ومتطوعة بدأوا بحمل الرسالة ومرروها لتصل إلى ما يقارب 500,000 إنسان. هي رسالة السلام. نعمل على ترسيخ ثقافة بناء السلام في العالم مقابل النزاعات والصراعات، ونركز على مساعدة الشباب من خلال تمكينهم وتدريبهم ليكونوا قادة التغيير في مجتمعاتهم. في عيدنا 12 نفخر بحصولنا على المركز 29 ضمن قائمة أفضل 500 منظمة غير ربحية حول العالم، بالإضافة إلى كوننا ثالث أفضل منظمة غير ربحية لبناء السلام تبعاً للابتكار والتصنيف والتأثير المستدام. نستخدم في عملنا 5 أدوات متميزة وفريدة من نوعها لتحقيق السلام وتعزيزه في البيئات المحلية وتحفيز الشباب لبناء السلام في مجتمعاتهم. عملنا حتى هذا اليوم على عقد 18 مخيماً تدريبياً بين الأردن وروسيا وبلدان أخرى حول العالم. جذورنا أردنية، رسالتنا عالمية، رسالتنا السلام، مرروها.